مركز تسوق كاردينال بمواصفات عصرية، يحتوي على محلات للتسوق من مختلف المنتوجات، محلات التجميل لأرقى الماركات العالمية، مطاعم للأطباق التقليدية وكذا العصرية، وأيضاً السهرة الغنائية، خدمة الطلب عبر الإنترنت مع توصيل مجاني داخل العاصمة، تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. أكثر من 16,000 منتج تجدونها في محلات الكاردينال طيلة أيام الأسبوع. مركز تسوق كاردينال، نسعى لراحة الزبون. السلام عليكم عمو، مرحبا بك معنا اليوم في حصة سؤال في المول على قناة الوطنية تي في هنا في الكاردينال ماركت في الدار البيضاء. عرفنا بروحك ومنين جيتنا. احنا عثمان، جيت من بجاية. مرحبا بناس بجاية ومرحبا بك مرة أخرى خويا عثمان هنا في الكاردينال. إذا قواعد اللعبة نعود نشرحها لك خويا عثمان. قواعد تقول عندك 5 أسئلة، سؤال ديني، سؤال رياضي، سؤال ثقافي، سؤال ثقافة عامة، وسؤال تاريخي. كل سؤال جاوب عليه راح تربح 1000 دينار جزائرية. نعم. باش تخير تبدأ وش من السؤال؟ نبدأ بسؤال ديني. إذا بسم الله نبدأ بالسؤال ديني. السؤال الديني يقول متى فرض صيام شهر رمضان على المسلمين؟ فرض شهر رمضان على المسلمين باش نزيد نسهل لك، هو بعد الهجرة. بعد الهجرة السنة السابعة. نزيد نعطيك خيارات: السنة السابعة للهجرة، السنة الخامسة للهجرة، السنة الثانية للهجرة. السنة الثانية. أكد إن شاء الله. مبروك عليك الألف دينار الأولى، فرض الصيام على المسلمين في السنة الثانية للهجرة. مبروك عليك. إذا تحب تبقى في الألف دينار ولا الريسكو بالألف دينار وروحوا للألفين؟ نكملوا. وش من السؤال تحب نروح ليه دوك؟ ثقافة. نروحوا للسؤال الثقافي. إذا السؤال الثقافي يقول من هي أول دولة خليجية ظهر فيها البترول؟ هي قطر. زيد نعطيك خيارات: قطر، السعودية، البحرين. البحرين. متأكد من الإجابة؟ متأكد. الإجابة مرة أخرى صحيحة وهي دولة البحرين. مبروك عليك 2000 دينار. ننتقل ل 3000 دينار. تريسكي بالألفين دينار اللي عندك؟ لا ريسكي. هي ريسكي الحاجة، ريسكي ونروحوا للألفين للثلاثة آلاف دينار. مازال لك الرياضي والتاريخي والثقافة العامة. ثقافة العامة. نروحوا لأسئلة الثقافة العامة. إذا سؤال ثقافة العامة يقول ما اللون الموجود في 75 من دول العالم؟ من هو اللون الموجود في أكثر من 75% من دول العالم؟ يتسمى الأعلام تاع العالم فيها بزاف لي كولور، كاين لون موجود في أكثر من 75%. نعطيك 3 خيارات: الأصفر، الأحمر، والأخضر. الأخضر. متأكد من الإجابة؟ متأكد. زيد خمم شوية. الأخضر. مرة أخرى الإجابة صحيحة، مبروك عليك 3000 دينار جزائري. الجواب صحيح، هو اللون الأخضر موجود في أكثر من 75% من أعلام دول العالم. نريسكو ب 3000 دينار ونروحوا للربع آلاف الحاج. نروحوا للربع آلاف الحاج، يريسكيو ما على بالوش ونروحوا للربع آلاف. ما زالت لك التاريخية والرياضية. التاريخية. نروحوا للأسئلة التاريخية. السؤال التاريخي يقول كم مرة سرقت لوحة الموناليزا؟ نعطيك أيضا خيارات: مرتين، مرة واحدة، 5 مرات.
مرتين. متأكد من الإجابة؟ نعم الله أعلم، أنت برك برازر مش متأكد، ولكن مرتين. الجواب خطأ، والجواب الصحيح هو مرة واحدة سرقت فيها لوحة الموناليزا. راحوا لك 3000 دينار جزائري، وتبقى قالك سؤال واحد في الرياضة لتقدر تربح به 1000 دينار الجزائري. إن شاء الله. إن شاء الله نروحوا للسؤال الرياضي. السؤال الرياضي يقول: من أول من فاز بالكرة الذهبية الجزائرية وفي أي سنة؟ الأخضر باللومي سنة 1981. الأخضر باللومي سنة 1981. إيه. أك متأكد من الإجابة؟ لا. الكرة الذهبية الجزائرية. لا الكرة الذهبية الجزائرية. ماشي الإفريقية. صح ماشي الإفريقية يعني. الاخر موسى صايب. موسى صايب. نعم. متاكد من الاجابه؟ ان شاء الله. عادل. يا للخساره، الجواب خاطئ، وهو جمال بالماضي سنة 2001. المدرب الحالي للمنتخب الوطني جمال بالماضي هو الحائز على اول كره ذهبيه جزائريه لتقدم من طرف الهداف سنة 2001. المهم المشاركة. شكرا على المشاركة تاعك معنا اليوم. تقدر تقول لنا واش ربحت من المشاركة هذه رغم خسارة تاعك؟ ربحت المشاركة و تعلم هذا المكان. وشكرا لكم. شكرا لك خويا، بارك الله فيك، شكرا على المشاركة. صح. السلام عليكم خويا، مرحبا بك معنا في الكاردينال ماركت، مرحبا بك في الوطنية تي في، ومرحبا بك في حصة سؤال في مول. قلنا منين جيت وعرفنا بروحك عمو. نصر الدين من الجزائر العاصمة المحمدية. إذا مرحبا بك ومرحبا بناس المحمدية هنا في الدار البيضاء. إذا خويا نعاود نشرح لك قواعد اللعبة. سؤال في المول يقول عندك 5 أسئلة: سؤال رياضي، سؤال ثقافي، سؤال ثقافة عامة، سؤال تاريخي، وسؤال ديني. كل سؤال جاوب عليه جواب صحيح تربح 1000 دينار جزائرية في البونداشة تاعك. إذا واش تخير السؤال اللي نبداو به؟ سؤال ثقافي، ديني، رياضي، ثقافة عامة وتاريخي. نبداو بالترتيب هذا اللي جات نبداو به. نبداو بالثقافة العامة. سؤال الثقافة العامة يقول: ما هو أطول مبنى في العالم؟ برج خليفة. إجابة صحيحة، مبروك عليك الألف دينار جزائرية الأولى. إذا تريسكي بالألف دينار ونروحوا الألفين دينار. يلا على ربي. الآن نروحوا الأسئلة الدينية. السؤال الديني يقول: أيهما قتل في غزوة بدر، أبو جهل أو أبو لهب؟ غزوة بدر أبو جهل. متأكد من الإجابة تاعك؟ متأكد عمي؟ أبو جهل، واللي كان قبله كان بنو في قبله في الآخر مقابله مع المسلمين. مبروك عليك السؤال الثاني، ومبروك عليك الألفين دينار. الجواب صحيح، أبو جهل هو من قتل في غزوة بدر. ننتقل الآن لسؤال ثالث ب3000 دينار جزائري إن شاء الله. إذن الآن الأسئلة الثقافية. هذاك الثقافة العامة وذوك الثقافية. نعم. السؤال الثقافي يقول: ما هو اسم المعدن الأغلى في العالم؟ نعطيك 3 خيارات، سؤال صعب: البلاتينيوم، الراديوم، أم البوزيوم؟ هي كان تيتانيوم تاني أغلى منهم، صح؟ معليش الخيار هكذاك، البلاتينيوم. متأكد من؟ ماشي متأكد. إذا خذ وقتك. أنا حاجة اللي نجهلها ما نقدرش، ما على باليش. أنا نعرف تيتانيوم أغلى من الذهب،
صح هذاك البورزيوم الاخر اول مره نسمع بهم. يعني يقول لك ناس بكري واش كانوا يقولوا عمي؟ يقول لك كي تلف لك خير الامور اوسطها. الاجابه الصحيحه هو الخيار الثاني الراديوم. يعني راحوا لك ال 2000 دينار وما زالوا لك سؤالين تقدر تربح فيهم 2000 دينار اخرى ان شاء الله. نروحوا للسؤال الرياضي. ما هي السنوات او كم عدد المرات التي لعبت فيها الجزائر كأس العالم؟ سنوات ولا المرات؟ كم عدد المرات التي لعبت فيهم الجزائر كأس العالم؟ 4 مرات. نعم الجواب صحيح 4 مرات. تقدر تقول لنا الاعوام؟ 82 86 و2010 2014. مبروك عليك الألف دينار، جواب صحيح. الجزائر لعبت 4 مرات كأس العالم، سنة 1982 و86 وسنة 2010 وسنة 2014. مبروك عليك عمي. قالك الأسئلة التاريخية نروحوا ليها وإن شاء الله تكسب الـ 2000 دينار جزائرية. السؤال التاريخي يقول: ما هي المدينة التي بنيت على أنقاض مدينة سيرتا القديمة؟ قسنطينة. مبروك عليك الألفين دينار ومبروك عليك المعلومات اللي ربحتها من سؤال في المول. أعطينا كلمة للماركت أوف كاردينال وأعطينا كلمة لحصة سؤال في المول بعد فوزك بألفين دينار. يعني الحق يعني في مكان الكاردينال هنا لازم تحطوا حاجة من تحت، هي امتياز وتميز. ما شاء الله من اللي اكتشفته أنا يما عمري ما خاب ظني، فانا نجي لهنا نجي للمطعم الفوق، وخصوصا على هذه تاع 24 ساعه على 24 ساعه راهي كيفاش نقولوا سابقه سيني انوفاسيون، هذا الابداع هذايا في. شكرا لك وحصه سؤال في المول واش تقول لها؟ شكرا يعطيك الصحه ومبروك عليك مره اخرى.